باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نتابع دراستنا في سفر الملوك الثاني. إن شاء الله النهاردة ناخد الإصحاح 15. الإصحاح 15 بيشهد حياة اثنين من ملوك يهوذا وخمسة من ملوك إسرائيل. وطبيعي لما نقول خمسة من ملوك إسرائيل يبقى فيه حالة من عدم الثبات. احنا شفنا ان كل ملوك يهوذا هم من نسل داود حسب وعد ربنا ليه، وكأن بر داود وطاعته لله عمل ليس فقط في داود ولكن في نسله إلى الأبد. وياهو هو كان الوحيد اللي في إسرائيل اللي عمل خدمة ربنا لما خلص على عبادة البعل. ربنا قال له 4 جينيريشنز من نسلك يبقوا على، فقدستك وحياتك مع الله ليست لنفسك فقط ولكنها لأولادك والأحفادك والأولاد أحفادك. عشان كده احنا مهم ان احنا نبقى لينا حياة مقدسة ومقبولة قدام ربنا. يقول في السنة 27 لأربعام، أربعام ده كان ملك إسرائيل، وإحنا قلنا أن أربعام قعد مدة كبيرة يملك على إسرائيل وكان ملك قوي وقدر أنه هو يعمل يحقق حاجات كتيرة قوية خدم فيها بلده، ولكنه للأسف عاش بنفس الأسلوب غير الروحي من عبادة الأوثان، عبادة البعل اللي عمله يربعام. ملكة عذاريا، بيسموه عذاريا وأوقات يسموه عذية، الاثنين. عذاريا الله معين، عذية الله قوتي. فبيقولوا إن هو بعد ما بقى ملك بفترة اتغير اسمه. ملك عذاريا ابن أمصية ملك يهوذا. احنا شفنا أمصية كان ملك كويس بس جه في الآخر غلط وهرب وتقتل. كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم. ال 52 سنة دي بيقسموها لثلاث مراحل. مرحلة فيها لما كان أمصية هربان واعتبروا أن عذاريا هو الملك، فكان اللي بيدير المملكة في الوقت ده عبارة عن هيئة أوصياء زي ما هيادع قبل كده كان بيدير لما كبروا يؤاش، ودي كانت بتمثل أول 15 سنة. وبعد كده أما بقى 16 سنة ابتدى يحكم وحكم فترة كويسة جدا، عمل شغل كويس جدا، ولكنه حاجة هنشوفها في الإصحاح ده واضحة جدا. معلش هخرج عن الإصحاح التاريخي وأقولها لكم عشان تبقى قدام عينيكم. بص أخواتي، الأباء يقولوا لنا الطريق الوسطى خلصت إيه؟ كثيرين. ويقول لك لا تكن حارا بزيادة ولا إيه؟ ولا باردا. حارا بزيادة يعني إيه؟ يعني يجي الصوم يقول بس أنا هعمل مطنيات، أنا مش عارف إيه، العيال ما فيش تلفزيون في البيت، أنا هعمل وهعمل 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 وهعمل، وبص تلاقي إيه 3-4 أيام كده، وبعد كده يقول لك إيه؟ ما نفطر بقى. ليه؟ لأن هو دخل نفسه في قوانين هو ما يقدرش عليه. لدرجة الآباء يقولوا إذا رأيت شابا صاعدا إلى السماء اكذبه لألا يرتفع فإيه؟ فيسقط. والذي يسلك بلا مدبر يسقط كأوراق الإيه؟ الشجر في الخريف. فالإصحاح ده هنلاحظ فيه حاجتين عجيبة قوي. إحنا عايزين دايما نكون في الطريق الوسطى. الطريق الوسطى اللي هي نكون مع ربنا وننمو روحيا بالتدريج، بينما الشيطان بيضربنا بنوعين من الضربات، يا إما ضربة يمينية يستكبر فيها الإنسان، يا إما ضربة يسارية يقع في الإنسان في الخطية وفي صغر الإيه؟ النفس، لكن ما يسيبكش متوازن. تعرفين الإنسان المتوازن هو الإنسان اللي إيه؟ يتمم جهاده كده. بينما الإنسان لو اتضرب بالكبرياء وظن أنه شيء بيفقد نعمة ربنا فبيسقط.
ولو الإنسان شعر إن هو ضعيف وبلا أي معين بيسقط في صغر الإيه؟ النفس. وفي الحالتين الإنسان بإيه؟ بيسقط. هتلاحظوا الموضوع ده في الإصحاح ده، ناس ربنا يقف معاها فبدل ما يحسوا إن كل النجاح اللي هم فيه سبب ربنا ويقولوا ليس لنا يا رب ليس لنا ولكن لإسمك قدس أعطي مجدا، تبص تلاقيهم إن هم يفرحوا بإيه؟ بنفسهم. يا ربنا يديك عيل وتربيه ويطلع عيل كويس، يجي واحد يقول لك يا سلام ونعمة التربية، يقول لك ده تقول له بقى أنا أنت ما تعرفش أنا تعبت فيه إزاي ده. طب ما في ناس تعبت زيك بالظبط وعيالها متعبة جدا، طب هو مش في عمل ربنا؟ ده الناس البورصة زمان يقول لك مالك مربي من عند إيه؟ ربي. فهذا مثل لحاجة الإنسان ممكن إيه يشير لنفسه، او انت هتحقق مجد يعني تحقق نجاح مثلا، يجي واحد يقول لك يا سلام، يقول لك اه ده اصل انت ما تعرفش اقتنيتها بتعب. وفي واحد تاني بيبقى حاسس ان هو مهما اعترف ومهما تاب ومهما مهما مهما ان هو مش قادر يسامح نفسه فبيقع في صغر النفس. مثل للضربات اليمينية بولس الرسول لما صعد السماء الثالثة يقول أعطيت شوكة في الجسد من أجل فرط الإيه؟ الإعلانات، وقال له وقال طلبت كثيرا، وقال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ آه يعني ربنا طلعوا الفردوس وراه كل حاجة وبعدين خلاه يبقى مريض مش قادر يشفي نفسه بينما الخرق اللي بتتخذ من على قروحه بتشفي مرض. ما في ناس أوقات يقول لك إيه؟ ده فلان بيعمل معجزات، أبونا فلان بيعمل معجزات، أمنا فلانة بتعمل معجزات، وبعدين أبونا وأمنا دول يعيوا. طب بالأول يشفي نفسه بقى؟ لا أنا ما شككش فيه، ربنا يديله قوة معجزية لشخص بينما ربنا يسمح له هو أنه هو إيه؟ يعيش المرض ده. فلو لقيت نفسك ماشي كده كويس ونعمة ربنا والأمور كلها كويسة معاك، اوعى عينك تغفل عن ربنا، ربنا هو سر ايه؟ نجاح. لو لقيت نفسك مهزوم من الخطيه وتعبان والشيطان عمال يلعب بيك كوره، تقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت ايه؟ اقوم. يعني هقولها لكم في جمله واحده ملخصه خالص عشان نخش في الاصحاح. اذا لقيت نفسك بنعمه ربنا ناجح تقول دي نعمه ايه؟ ربنا. لقيت نفسك متكعبل واقع تقول ربنا هيقومني، ربنا هي ايه؟ هيقومني. الله قادر ان يعمل في القوي وقادر يعمل في الايه؟ في الضعيف، ويخلص على كل حال ايه؟ قوي. ملك 52 سنه، انا مش حاسبه الاحداث لكن ال 52 سنه دي كانت فيها فتره صعبه. اسم امه يكليا من اورشليم، وانا قلت لكم الامهات اللي من اورشليم كلهم امهات قديسات ربوا اولادهم تربيه دينية جميلة. يديله شهادة حسنة لعذاريا ده، يقول عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. كلمنا كتير ربنا لما يبص عليك شايف ايه، انت تطلع ايه في عينين ربنا. قول له رب لك المجد اما نحن فلنا خزي الوجوه، اما تقول له كده يقول ارفعك بقى من المزبلة، انا ارفعك. عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أنصية أبوه، ولكن المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب لا يذلون يسبحون ويقودون على المرتفعات. لاحظوا إن هم كل ملوك يهوذا أو معظمهم نفس المشكلة، يهتموا بالهيكل، يهتموا بالوصية، يهتموا بالخدمة، ولكن بيفقدوا عنصر مهم، عنصر التدقيق. ليه؟ لأن هم المرتفعات اللي عملوها بره والناس بتقدم عليها ذبايح ده مخالف للطقس. المره دي انا مش هتكلم عليها بنفس المره زي ما اتكلمت عليها اكتر من مره، لكن هتكلم عليها عن نقطه التدقيق في حياتك. يعني يجي واحد يقول لك ايه طب ما انا اصلي في البيت، اصلي في الكنيسه ليه يعني؟ ما انا اصلي في البيت، ما ربنا في كل مكان. اه في صلاه في البيت وفي صلاه في الكنيسه، الصلاه اللي في البيت ما يغنيش عن الصلاه اللي فين؟ في الكنيسه. ولو أنا اعتمدت على الصلاة في البيت بعد شوية زي ما اتسرقت مني صلاة القداس والكنيسة هتتسرق مني صلاة البيت، لأن أنت لو جيت الكنيسة
قدامكش غير حاجتين، يا تصلي يا تسرح. لكن في البيت عندك مليون حاجة تشتت علاقتك بربنا وتضيع لك العلاقة مع ربنا. فهنا اللي احنا عايزين نتعلمه من هؤلاء، يعني احيانا كتير في ناس بحس ان هم عايشين كده ايه على الاكسس بتاع، عارفين اكس واي نقطة الصفر اللي في النص دي، يقول لك بص يا ابونا انا لا بعمل حاجة كويسة ولا بعمل حاجة ايه وحشة، اشكر ربنا انا ما بكسرش وصية ربنا. فيش حاجة اسمها كده، الانسان بطبيعته ديناميك، والديناميك ده لازم هيعمل حاجة، يا هتنمو في الخير يا الشيطان هيغلبك وايه ويقعك. لكن تقول لي انا قاعد كده عند درجه الصفر لا فوق ولا تحت، مفيش حاجه اسمها كده. فهنا عنصر التدقيق. وبعدين النقطه الثانيه اللي اقولها برضو فيها هي اهتمامنا بالطقس في الكنيسه. ليه احنا بنهتم بالطقس في الكنيسه؟ احنا ما بنعبدش الطقس، لكن الطقس ليه معنى لاهوتي ومعنى روحي مهم جدا، لابد ان احنا نحرص عليه علشان كده ايه نقدر نعيش التسليم اللي آبائنا سلموه لنا. يعني أقول لكم مثل، يعني بس مش ضحك ولا حاجة، افرضوا مثلا أبونا جه الصبح عايز يصلي القداس، وبعد كده إيه لقى القرابني كان تعبان ولخبط القربان، فهل يعني لازم يعني طب ما نروح إيلات نجيب لنا مثلا أي حاجة حلوة كده نضيفة ونصلي؟ ينفع أبونا يعمل كده؟ ما ينفعش. طب ما هي خبزة، هي مش خبزة وناقصها الختم بس؟ لا ما ينفعش، لان الخبزه دي معموله بالصلاه، الخبزه دي لها شكل معين، الخبزه دي مختومه بطريقه معينه، الخبزه دي بتحمل حاجه معينه، صح؟ فما ينفعش يعني اي حد كده يعمل اي حاجه. الناس دي ثابت الناس تخالف النظام اللي ربنا حطه. ربنا قال الذبائح تتقدم على المذبح اللي في قلب الهيكل، هم كانوا بيقدموا ذبائح بره، فكان سهل ان اول ما ابتدي اقدمها لربنا بعد كده اقدمها لمين؟ للشيطان. فالتدقيق مهم. ودي اخر حاجه، اخر حاجه اقولها برضو في النقطه دي ايه، ان مفيش حدود للنمو الروحي. يعني ايه؟ يعني احنا احيانا مثلا ايه تبتدي علاقتنا بربنا نكون مثلا في خطيه كسفانه، اي واحد بيشتم واحد بيحلف اي حاجه، يعني اي خطيه إن كانت، وبعدين يجي الانسان ده يعترف ويتوب وبنعمة ربنا بطل خطية ويحس ان هو كده ايه وصل الى ملء القامة. مفيش حاجة اسمها كده، ده انت تبتدي وتبتدي تشتغل وتبتدي تنمو روحيا. قديس أغسطينوس يقول قول عجيب جدا، يقول لربنا ايه، لقد تأخرت كثيرا في حبك. الكلام ده قاله واحد زاني كان عنده ابن من غير زواج، لما عرف ربنا ومسك في ربنا يقول لربنا كده تأخرت كثيرا في ايه، في حبك. لأن هو لما ابتدى يحب ربنا وابتدى يعيش مع ربنا ابتدى يحس الله 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 ده أنا إيه. عشان كده احنا بنسمي الناحية الروحية الحياة الروحية، الحياة هي عبارة عن النمو وإيه دائم. فده من ناحية نعم قولوا إن أنا عبيد بطلون، ما دي نعم ما في حدش بيعمل كل البر. وبعدين القامة اللي هو بيتكلم عليها بيقول إلى ملء قامة المسيح، شكلها إيه دي توصل لغاية فين دي؟ فعشان كده مفيش حدود. لما تلاقي هنا النقطة اللي بتكلم عليها، الناس دي خدمت الهيكل وعملت حاجات كويسة بس سابوا حاجات غلط، وده مش صح. ولكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزولون يسبحون ويقودون على المرتفعات. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته. طب احنا عمالين نقول ان هو راجل كويس، طب ايه ليه كده؟ البرص دي مرض في العهد القديم، ده نجاسة، وأبرص يعني لازم يخرجوا بره الشعب. يعني ايه اللي حصل؟ كلام بقى التفسير بتاع التفاصيل موجودة في أخبار أيام. اللي حصل ان هو باع الراجل ده عذاريا ده ولا عذية ده، بنى الحاجات اللي هدها يؤاش ملك إسرائيل، فاكرين 600 فيت اللي كانوا هدهم في سور أورشليم، بناهم وجدد الهيكل، ما جددش الهيكل ميجور يعني ما بيسبلوش حاجة في الهيكل الكبيرة، لكن يعني منتين الهيكل وخلى الهيكل يبقى شغال وحس كده بقوة وعمل حاجات كتير جميلة في المملكة ومدة كبيرة بيحكم. فراحت إيه جات له ضربة يمينية اللي أنا بقول لكم عليه. إيه الضربة اليمينية بقى؟
قال لك يعني بقى احنا عاملين نوضب الهيكل ونعمل كل الحاجات ديت وانا الملك ما اقدرش اقدم بخور، انا عايز اقدم بخور. وراح داخل ومقدم ايه؟ بخور. الله لا يشمخ عليه. انا فاكر مره قلت لكم احد الاباء الكهنه قال لي في البدايه ايه، ان المذبح ان المذبح يذبح، يعني المذبح ليه قوه، مفيش هزار مع المذبح. ليه؟ لان ده المكان اللي عليه جسد الرب ودمه. هو حب يعمل ايه؟ حب يحس ان هو مش اقل من اشمعنى الكهنه، يعني مع ان الملك ليه حيثيات كبيره، ده بيمسح بدهن المسحه وليه حاجات حلوه خالص في العهد القديم. راح قدم بخور وقاوم الكهنه ورفض يسمع ايه كلامه. بيفكركم بمين ده؟ فاكرين الثلاثه اللي ايه اللي قالوا اشمعنى هارون؟ راحوا قدموا بخور وربنا ايه انشأت الارض وايه وبلعته. وواحد تاني برضه اهمل اللي هو مين؟ شاول الملك. شاول الملك لما تاخر صمويل في المجيء الى الجلجال فقال يعني احنا مش محتاجين صمويل، انا اقدم الذبيحه. ففارقوا روح الرب، ربنا رفضه خلاص، صار ايه مرفوضا. والثالث بتاعهم يعني الثلاثه اللي تعدوا على الكهنوت في العهد القديم، عذاريا ده وايه وشاول، والثلاثه القرح وداسان وابيرام اللي هم حبوا يقدموا ايه بخور. فربنا لما هو عمل كده ودخل ليقدم بخور بالعافيه خرج من القدس، لان القدس لا يدخله الا الايه الكهنه. فخرج من القدس ربنا اداله برص في قرطه هنا، وده اسوأ انواع، لان ده اي حد ايه هيشوفه، ده مش برص جوه جسمه هيخبيه، ده برص ايه يعني قال له انت صرت ايه مرفوضا. فطبعا هو عشان الملك ما نفوهوش بره المدينه زي ما بيعملوا مع البرص، وراحوا عملوا له مكان وعزلوه فيه، وقعد 15 سنه من ال 52 سنه دولت ابرص لا يحكم وما كانلوش اي ايه صفه. هنا ده اللي انا بقول المثل اللي انا قلت لكم في البدايه اللي هي ضربات الايه اليمينيه، ان هو ظن في نفسه انه يستطيع ان يفعل ايه كل شيء. انا بتعجبني اول سر قوه لله لا منا. لو فيك حاجه حلوه يبقى مصدرها مين؟ ربنا. لكن هو عمل زي نبوخذنصر واقام في بيت المرض. بيت المرض ده بيت عملوه له وعزلوه فيه. وكان يثام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الارض. كان يثام برضو صغير وكان في مجلس وصايا لغايه اما وثام كبر وقدر ان هو يحكم. وبقيت امور عذاريا وكل ما عمل اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. ثم اترجع عذاريا مع ابائي فدفنوه مع ابائي في مدينه داوود، وملك يثام ابنه عوضا عنه. يبقى النهارده احنا اتكلمنا على عذاريا كمثل للكبرياء، كمثل للضربه اليمينيه، اما واحد يحس ان هو يستطيع ان يفعل اي شيء. هننقل على اسرائيل، واسرائيل حالها اسوأ. احنا شفنا ان ربنا انهى ملك عيله ياهو، عيله اخاب اسف، بياهو. جه ياهو وجي بعديه ياهو احاز، وجي بعديه يؤاش، وجي بعديه يربعام الثاني. ويربعام الثاني انت تفرقته عن يربعام الاول اللي هو يربعام ابن نباط، اول واحد مسك مملكه اسرائيل. في السنة 38 لعذاريا ملك يهوذا ملك زكريا ابن يربعام على إسرائيل في السامرة 6 أشهر، يعني كل ملكه 6 شهور. فاكرين يربعام حكم كم سنة؟ 41 ولا 40؟ ها 41. طيب على فكرة العدد السنين مش شرط، لأن أوقات بيبقى فيه overlapping، يعني بيبقى كان في موضوع لطيف إنك تجيب الملك وابنه فتلاقي في فترة الاتنين بيحكموا فيها، فممكن تروح ضيف الفترة للابن أو للأب، فممكن تلاقي الناس بتتخانق، العلماء بتوع التاريخ ده 15 وده 18، واحد يقول لك لا ده 12 وده 21، ليه؟ في 3 overlapping، يضيفهم لده يضيفهم لده. فالتوريث موجود في العهد القديم، يعني مش
ملك زكريا ابن أربعام على إسرائيل في السامرة 16. أنا عايز أقول حاجة قبل ما نبتدي هنا. إحنا كلمنا على الضربة اليمينية، هنا هنشوف الكبرياء مع صغر النفس. في المملكة الشمالية أو مملكة إسرائيل، أول ما ابتدت كان العاصمة بتاعتها بلد اسمها طرصة، ودي كانت بلد الناس اللي يعني الغنية. وبعد كده بنوا السامرة. من أول الفترة اللي احنا هنتكلم فيها دي ابتدى يبقى في حزبين في مملكة إسرائيل أو مجموعتين، مجموعة في طرصة ومجموعة فين؟ في السامرة. اللي يقوى ياخد الايه؟ الملك. حكم 6 أشهر بس، ودي طبعا من الحاجات اللي تبين ان ربنا يعني ما ادالوش، وهيجي واحد بعديه اصغر منه كمان اقل منه. وعمل الشر في عيني رب كما عمل اباؤه، لم يحد عن خطايا ربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. عايز اقول 3 كلمات هنا. الكلمه الاولانيه، مدى تاثير القوي للاباء على نشاه الابناء. واضح جدا ان الجمله اللي بتتكرر في اسرائيل هي هي، مشي على خطايا ربعام. ربعام اللي هو خلاهم يعبدوا العجل الذهبي في دان وفي بيت إيل، وعمل الشر في عيني الرب. ونفس الشيء نلاقيه في ملوك يهوذا، عمل مستقيم في عيني الرب ولكنه لم يعني. فعشان كده احنا دايما بنبقى فيه يعني في حياتنا التسليم. مش كتير لما تلاقي ابن او ابنه ناش يعني طلعوا كده طفره، يعني في ناس طفرات، يعني مثلا بابا شنودة مثلا، ابن يتيم من بلد في الصعيد، بابا ميت وامه ميته، ويعني ايه متوقعه منه؟ لكن خاله اخوه استلمه ورباه تربيه، نمت مواهبه، طلع علينا البابا شنودة. دي حاجات انا بسميها ايه؟ طفرات. ده مش الروتين، لكن الروتين ان اس فادر اس سن، عارفين القاعده دي؟ كل واحد بيطلع شارب من ايه؟ لان حتى في علم النفس بيقولوا ان الواحد عباره عن 50 بياخد جينات اهله بتاثر 50% من شخصيته، وبعدين 50% الثانيه من شخصيته بيكونها من الانفايرمنت اللي هو عايش فيه. فلو اتربى مع اهله بيبقى كل التاثير هو الايه؟ لاهله. لكن اوقات نلاقي مثلا ايه، طفل كده اتولد وجدته خدته تربيه، تلاقيه طالع حاجه ايه مختلفه، يا كويس قوي يا ايه، وهكذا. الحاجة الثالثة اللي كنت عايز أقولها هنا، كلمة صعبة جدا، يقول الذي جعل إسرائيل إيه؟ يخطئ، اللي هي خطيئة العثرة. يعني احرص فيما تفعل إن لو حتى أنت مصر إنك تخطئ لا تكون سبب عثرة لإيه؟ لأحد. لأن دي نقطة إيه؟ صعبة. يعني ما الكتاب المقدس يتكلم على شخص ويقول الذي جعل إسرائيل يخطئ، على الرغم ان ربنا ائتمن يربعام دوت ان هو ياخد المملكه ويحكم فيها، لكن للاسف يربعام كان انسان شرير. انتوا فاكرين لما ايليا حط عليه الرداء وقصه يعني. ففتن عليه شالوم ابن يبيش. شالوم فتن عليه يعني ايه؟ هيروح يقتله. وضربه أمام الشعب فقتله وملك إيه؟ عوضا عنه. وبالمرحلة دي يبقى وعد ربنا كمل لياهو إن 4 من نسله يحكموا إسرائيل. فكان ياهو الأول، ده مش محسوب، ياهو أحاز، يؤاش، يربعام الثاني، وإيه؟ وزكريا. بس زكريا كان 6 شهور مقارنة باللي قبليه فوق 40 سنة. وبقية أمور زكريا هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ده مش بيتكلم على أخبار أيام اللي في الكتاب المقدس، ده بيتكلم على أصفار تاريخية بتسجل حياة الملوك دي بيحتفظوا بيها اليهود. ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل. وهكذا كان. ويعني ده بيقول لنا إيه؟ حاجة مهمة جدا، إن وعود ربنا صادقة وإيه؟ وأمينة. صادقة وأمينة، على الرغم أن الأربعة الحمد لله كلهم أشرار. يعني ربنا ما سحبش الوعد بتاعه وقال له كفاك واحد بس، أنت ما عرفتش تربي عيالك ياهو. فلا، ربنا يعني
ودي حاجة عجيبة ودي أحيانا بتبقى مسليدينج سامحوني، يعني إيه حاجة عجيبة ومسليدينج؟ إن ربنا يشرق شمسه على الأبرار والإيه؟ والأشرار. وأحيانا إحنا بنستهين بمراحم ربنا وطول أناته لما نلاقي ربنا إن هو بيعطي. يعني تلاقي الإنسان واقف يقول ما فيش ربنا، وربنا يخلي الرئتين بتوعه يتنفسوا وقلبه ينبض وعصاراته تشتغل. تخيلوا لو ربنا بس قال كده، إيه اللي ينكر وجودي؟ وقف الجهاز بتاعه. ده يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ أو اللي يخطي يحصل له مثلا زي عمنا عذاريا، ده دخل بخر طلع أبرص. لكن ربنا طول أنات الله تقودنا إلى إيه؟ إلى التوبة. لكن أحيانا في ناس بتستغل طول أنات الله إنها تتمادى فين؟ في الشر. ويبقى وصلنا لنقطة بقى تانية صعبة، يقول لك ربنا إلى أن يكمل كأس غضبه. ليه؟ لأنه بيقول لي النقمة أنا أجازي، يقول إيه الرب؟ عدل ربنا ما يخلوهش يساوي الإنسان الشرير بالإنسان الإيه؟ البار. لكن الآية الحلوة بتاعت بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي دي بتفكرني إن وعود الله هي بلا إيه؟ ندامة. وعود الله بلا ندامة، مش ربنا إحنا بنتعامل مع بعض إيه؟ واحدة قصاد واحدة. يعني أنا هعمل لك دي، أتغير تروح أنت إيه؟ خلاص، ما شرط العهد التزام الطرفين، ما التزمتش خلاص مع ربنا. لا، ربنا وإن لم نكن أمناء هو يبقى أمينا، وفيما نحن وفيما بعد نحن وبعد خطاه مات المسيح إيه لأجلنا. أحيانا في ناس بتتحارب الحتة ديت، أقول له ما تجيش الكنيسة دي، يقول لي أبونا إنسان شرير. امبارح لسه كنت قاعد مع حد يقول لي أبونا لا، ده المناولة دي فاكرين زمان يقول لك نور ونار، وأنا لازم أعمل بيها الأول. طب أنت مش هتعمل بيها، تعمل بيها إمتى؟ أنت يوم ما تقول إنك بار وتستحق التناول تبقى أنت وقعت في خطية إيه؟ الكبرياء. واخدين بالكم؟ لكن الآباء علمونا الاستحقاق هو الشعور بعدم الاستحقاق. فالنهاردة ربنا أمين وربنا طول أناته تقودنا إلى إيه؟ إلى التوبة. وهكذا إيه كان. شالوم ابن يبيش ملك في السنة 39 العادية ملك يهوذا، وملك شهر أيام في السامرة. شهر أيام يعني 30 يوم، هم 30 يوم. تخيل أنت لما تغير الملك بتاع البلد كل 30 يوم، ده يبقى إيه ده؟ يعني حالة من الانستابيليتي غير عادية. في 5 ملوك في الإصحاح ده، وهنخلص كده على مملكة إسرائيل. 5 ملوك، زكريا 6 شهور، شالوم دوت هيجي يقعد إيه؟ شهر واحد. هما زي ما قلت لكم كده، كان فيه في طرصة مجموعة وفي السامرة مجموعة، اللي يقتل التاني يحكم. شالوم ده شهر أيام في السامرة. وصعد منحيم ابن جادي من طرصة وجاء إلى السامرة وضرب شالوم. خلي بالكوا دايما هتلاقوا واحد من طرصة يضرب السامرة، وبعدين يطلع واحد من السامرة يضرب بتاع طرصة. فجه منحيم ده ابن جادي من طرصة، وعلى فكرة ده كلها تغيير عائلات. يعني بعد ياهو العيلة بتاعته جه شالوم، أدي عيلة، وبعدين جه بعدي إيه؟ منحيم. وجاء إلى السامرة وضرب شالوم ابن يبيش في السامرة فقتله، وملك عوضا عنه. وبقية أمور شالوم وفتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. عارفين الفتنة اللي هي إيه؟ نقسم الناس، نعمل فتنة يعني إيه؟ نخبط الناس في بعض. أما الكتاب المقدس يقول إن تاريخ واحد بيتلخص في فتنته، ده كلام إيه؟ كلام صعب. عشان كده بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالإيه؟ بالسلام. اوعى تكون سبب في انقسام في أي مكان. اوعى تروح بيت وتروح خبط لك أسفين كده، والزوج والزوجة يضربوا بعض أو يتخانقوا مع بعض، أو تروح تزور أختك، أخوك، حماك، أي حد، أو حتى في الكنيسة أبونا فلان حلو، أبونا فلان مش حلو، أبونا مش عارف إيه، والقصص دي كلها. يقول كل أخبار فتنته، يعني كل ملخص حياته
ان هو ترابل ميكر. عارفين الكلمه دي؟ هي از ترابل ميكر. حينئذ ضرب مناحيم تفصح وكل ما بها وتخمها من طرسه، لانهم لم يفتحوا له، ضربها وشق جميع حواملها. يعني بلخص هنا ان هو راح ضرب المدينه، هدمها وحط علامه على العنف بتاعه. اما بيقول شق جميع حواملها، يعني الستات الحامل فيها، بقره بطونهم. عارفين بقره بطونهم يعني ايه؟ يعني ايه شق بطونهم. وده يوريك قد ايه القساوه اللي كانوا بيعيشوا فيها والهمجيه اللي هم ده. خلي بالك ان هم بيحاربوا مين؟ بيحاربوا بعض. ده مش عدو خارجي، ده مش عدو ايه خارجي. عشان كده يعني فتنه صعبه جدا. في السنه 39 لعضاريا ملك يهوذا ملك منحيم ابن جادي على اسرائيل في السامره 10 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا أربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ كل ايام. فجاء فول ملك اشور على الارض. ده اول ذكر لاشور في سفر الملوك. ابتدت اشور تكبر. تعرفين اشور دي ناحيه ايه؟ العراق وإيران، الحتة دي البرجينز دول. فجم بقى أشور ابتدى يظهر كمملكة إيه قوية. فجه أشور لقى الناس دي لما اتنين يخبطوا مع بعض يحصل إيه؟ كل بيت منقسم على ذاته لا إيه؟ لا يثبت أو يخرب. لما قالوا للمسيح إنك بعل زبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين، قال لهم إن كل بيت منقسم لا يثبت، كل مدينة منقسمة لا تثبت. فلما ابتدوا هم مملكة إسرائيل يضربوا في بعض، حصل حاجتين. الحاجة الأولانية أنهم ضعفوا جدا، فكانت النتيجة أن يهوذا ابتدى يقوى. تفكرين احنا قلنا يا ربعام يؤاش ويا ربعام كانوا عملوا ضغطوا على يهوذا جامد. وفي نفس الوقت أشور اللي هو برا ابتدى يقوى بعد ما أرام كانوا خلصوا ايه عليه. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى منحيم لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في إيه؟ في يده. طبعا دي تهمة خيانة عظمى. أنتوا متابعين إيه اللي بيحصل؟ ملك أشور جه، فالرجل اللي ماسك ملك على إسرائيل بدل ما يجمع الشعب ويطلب معونة من ربنا ويحارب الأعداء، دفع جزية للملك. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني لانه عنده صغر نفسه، حاسس انه اي وقت هيجي له حد من طرسه يقتله، ما دعت في اورشليم في السامره، فكان حاسس ان هو ما عندوش قوه داخليه. انتوا عارفين التعبير اللي في السياسه هيقول لك الاستقواء بالخارج، هو التعبير ده. ابتدى هذا المنحيم يحس ان هو ملوش قوه، مش هيقدر يجمع الشعب ويحارب. واللي اخطر من كده ان هو مش حاسس بقوة ربنا، لان انتوا لما ترجعوا تدرسوا حروب اسرائيل كلها، لو تفتكروا ايام اليشع ده كان بياخدهم عم ياكلهم ويرجعهم لارام تاني. يعني انت لما ربنا يكون معاك اعدائك دول ولا يعني يعملوا لك حاجه. اذا ارضى الطرق الرب انسان، ها عارفين الايه دي، فحتى اعدائه ايضا يسالمون. اذا ارضى الطرق الرب انسان فحتى اعدائه ايضا يسالمونه. فده لعنده عنده قاعدة يقدر يوحد الشعب اللي منقسم بين طرسة والسامرة، ولا عنده قوة إيمان في ربنا، ولا في أنبياء ظاهرين أقوياء. هنشوف دلوقتي بعد ما نخلص الإصحاح ده مين الأنبياء اللي كانوا موجود، عموس والمجموعة دي. لكن هو أراد إن هو يعمل إيه؟ يستقوي بالخارج. لما ملك يدفع جزية الملك، ده إعلان عن خضوع هذه المملكة لهذا الإيه؟ الملك. فاللي عمله منحيم ده كان أول خضوع من إسرائيل لإيه؟ لأشور. حصلت على 3 مراحل، هتيجي مرحلتين بعد كده. في المرحلة الثالثة هيدمروا السامرة، وهم كان الأشوريين والبابليين كان عندهم استراتيجية لطيفة قوي اللي هي التهجير وإعادة توزيع الناس. يعني لما يروحوا مثلا ياخدوا بلد ما يسيبوش أهل البلد قاعدين فيها، ياخدوهم يودوهم حتة تانية، ويجيبوا ناس بيتكلموا لغة تانية يحطوهم في وسط بقية الناس، فالناس ما تعرفش تتكلم مع بعض، ما يعرفوش يصوروا عليهم ويحسوا دايما ان هم غرباء.
ده نفس شغلة إيه؟ الشيطان. أنت ابن ربنا يقوم هو واخدك ومعيشك في ملهى، عايشك في مشكلة، معيشك في ضيقة، وتحس إن أنت عايش غريب ويعني مالكش إيه؟ أي أرض. بينما أنت ربنا هو أبوك، وأما نحن فوطنياتنا فين؟ في السماء. لكن هو بيحسسك إن أنت غريب خالص. طبعا المرحلة دي كانت مرحلة خطيرة جدا، إن هو يقرر إنه يدفع جزية، لأن ده إعلان عن إيه؟ عن الهزيمة. اللي بيحصل في الحروب إيه؟ إن في البداية الملك بيقبل الجزية، حلو، 100,000، حلو. لكن بعد كده بيقولك إيه بقى؟ أما أنت عندك استعداد تدفع جزية، طب ما أنا إيه؟ أحتلك كلك، صح؟ يعني أنت تيجي إيه زي ما أنت كده تعمل إيه؟ تقول مثلا ممكن إيه؟ أقعد أتفرج على الأفلام ديت، أقعد أروح الحتة ديت، أعمل كده كأن أنا بدفع جزية للشيطان. بعد كده الشيطان يقولك إيه؟ لا أنا مش عايز بس ساعتين ثلاثة، ده أنا عايزك إيه؟ كلك. أنا عايزك كلك. الفول ده واحد من الحكام كانوا بتاع الملوك بتوع الأشوريين. 1,000 وزنة من الفضة، كان فيه وزنتين من الفضة، وزنة حسب شاقل الفضة وفي شاقل القدس. شاقل القدس، شاقل الفضة العادي 5.8 جرام، شاقل القدس 11.6. وزنة الفضة كان فيه 40 و60 حسب النوع. يعني لتكون يده معه ليثبت المملكة في يده. تخيلوا أنتوا الاستعانة بالوثنيين لتثبيت الايه؟ مملكة، اللي هي مفروض ان هم شعب مين؟ شعب ربنا. احنا كتير اوقات نلجأ لامور العالم علشان تسندنا في طريق ايه؟ ربنا. واحنا في الحقيقة في الحالة ديت احنا بنأذي شعور ربنا جدا من ناحيتنا. يعني خلقنا وعنده الكتالوج بتاعنا، بنقول له لا احنا هنجد معونة من ناس ايه؟ تانية مش منك انت. يبقى الهدف انه عايزه يكون معاه، يثبت المملكة فين؟ في يده. ووضع منحيم الفضة على اسرائيل على جميع جبابرة البأس، ليدفع لملك اشور 50 شاقل فضة عن كل رجل. يعني ال 1,000 وزنة اللي ادهاله حوالي 40 كيلو ولا حاجة زي كده، راح لمهم من ايه؟ من جبابرة اسرائيل، يعني اللي عندهم القدرة المالية، كل واحد يدفع 50 شاقل. فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض. دي كانت أول علاقة بين أشور وإسرائيل، وأعلن إسرائيل انهزامه بانفصاله عن ربنا. تفتكروا ربنا يعمل إيه؟ لو أنتوا مكان ربنا بقى تعملوا إيه مع الناس دي؟ ها؟ أما واحد بيصر إنه يخطي، ربنا هيمنعه إنه يخطي؟ مش هيمنعه. ودي كانت بداية السبي، والسبي هو إن العدو بيمتلكك بالتمام. وبقيت أمور منحيم وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. إحنا شفنا زكريا وشالوم ومنحيم، ثم اضطجع مع أبائه وملك فقحية ابنه عوضا عنه. في السنة 50 لعذريا ملك يهوذا ملك فقحية ابن منحيم على إسرائيل في السامرة 2 سنين. وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. الوحيد اللي عمل تغيير في إسرائيل كان ياهو، إن أخاب وصل إسرائيل. يعني أنا لو لخص إسرائيل كده في 3 كلمات هقول يا ربعام عمل لهم العجول الذهب يعبدوها، ودي خطية استمرت مع إسرائيل إلى السبي. جاه أخاب راح جاب لهم إيه؟ البعل. جه ياهو شال البعل وبقيت الايه؟ عبادة الأوثان، واستمر إسرائيل يعبد أوثان. ففتن عليه فقح ابن رمالية ثالثه. ده كان المركبة، واحد بيقود وفي الملك وواحد ثالث، فيعني واحد خيانة داخلية. يعني راح قام عليه، ففتن عليه فقح ابن رمالية ثالثة وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوب
ومع أريه ومعه 50 رجلا من بني الجلعاديين قتله وملك إيه عوضا عنه. يعني الإصحاح ده عايز موضوع عن الفتنة. الفتنة الفتنة الذات هي اللي وراء الفتنة. رأيي أنا الصح، أنا اللي أستحق، أنا اللي أخد. هو ده الفتنة كلها بتيجي من وراء إيه؟ ذات منتفخة. أنا اللي صح وأنا رأيي اللي صح واللي أنا شايفه لازم يمشي، ورأيي مش لنفسي، رأيي لازم أفرضه على الإيه؟ على الكل. فأقوم أقسم الدنيا. بس دول في الوقت ده كانوش بيتوقفوا عند الرأي، ولكن كانوا بيمتد بهم الأمر إلى إيه؟ إلى القتل. ملك عوض عنه. بقية أمور فقحية وكل ما عمله ها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. في السنة الثانية والخمسين لعذريا ملك يهوذا ملك فقح ابن رمالية على إسرائيل في السامرة 20 سنة. بيقولوا أنه ذاك الرجل قوي، يعتبر في القوة بعد 4 عام. ابن نباط الذي جعل إسرائيل إيه؟ يعني أول ما أي مرة تسمعه 4 عام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. بيفكركم بمين ده في سفر الرؤية؟ إيزابل. فاكرين إيزابل اللي زنى معاها الأرض؟ أهو كده. طبعا يعني ده قدام ربنا يبقى عقبه شكله إيه؟ ويل لمن تأتي بسببه الإيه؟ العثرات. في أيام فقح ملك إسرائيل جاء ثغلث فلاسر ملك أشور. الأول كان فول وبعدين جه جدا. في بعض آراء من الآباء والتاريخيين بيقولوا أنه هو كان اسمه فول ثغلث فلاسر، فالله أعلم إذا كانوا 2 ولا إذا كانوا إيه؟ 1. وأخذ عيون وابل بيت معك وينوح وقادش وحصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسبهم إلى أشور. يبقى دي كانت الموجة الثانية من إيه؟ من السبي الأشوري. أول مرة خدوا 1000 وزنة، وتاني مرة لما جه استولى على أرض سبط نفتالي وجلعاد وابتدوا ياخد كل الخيارات إيه بتاعتهم. ودي بتفكرني بإيه؟ بالشيطان لما يخش حياة واحد ما يكتفيش إن هو يوقعه في خطية، لازم يكبله بسلسلة من الإيه؟ من الخطايا. يعني ممكن يبتدي معاه بإيه؟ بنوع كده من الحماس. حلو، الحماس وحش؟ حماس كويس. وبعدين الحماس يقلب معاه بإيه؟ بغضب. الغضب إيه؟ خطية. ولما الواحد يغضب لازم يزعق، ولما يزعق لازم يعمل إيه؟ يشتم، ولما يشتم لازم يحلف ويهدد ويمكن يضرب. عشان كده الشيطان، الشياطين متعاونون يعملون معا. عارفين فريق الكرة المتعاون لما يباصوا كده الواحد لبعض تلاقيه كده أوتوماتيك غضب شتم وحلف وضرب. ربع ساعة كده أربع شياطين جابوه. أهو ده اللي بيحصل. هو خد 1000 وزنة ما اكتفاش، قالوا لا أنا هرجع بقى إيه؟ أخد الأرض بتاعتكم وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور. وده اللي أنا بقول لكم عليه، إن هو بيخرجك بره إيه؟ نفسك. عارفين حكاية أنا مش أنا؟ تحس أنت فين ابن الله؟ فين سلامك؟ فين هدوءك؟ فين محبتك؟ فين طول أناتك؟ تحس إن أنت تعبان خالص. وفتن هوشع ابن أيلة على فقح ابن رمالية وضربه فقتله. هوشع ده آخر ملك من ملوك إسرائيل، ده غير هوشع طبعا النبي. وملك عوضا عنه في السنة 20 ليثام ابن عذية. وبقية أمور فقح وكل ما عمل مكتوبة في سفر أخبار الأيام. هنرجع لمين؟ ليهوذا بقى. يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ من إسرائيل، وشفنا موجتين من موجات السبي. الأولانية 1000 وزنة والتاني خد الأسباط الشمالية منه. في السنة الثانية لفقح ابن رمالية ملك إسرائيل ملك يثام ابن عزية ملك يهوذا. احنا شفنا عزية ضرب بالبرس نتيجة خطيته انه بخر في الهيكل وقعد 15 سنة معزول.
في الوقت ده كان فيه زي هيئة وصايا لغاية ما كبر ابنه يثام وابتدى يبقى ملك. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه روشا ابنة صادوق، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عذية أبوه، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزول يذبحون ويقودون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبقيت أمور يثام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار ملوك يهوذا. في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رسين. هنا شايفين نفس الريتم اللي هم ماشيين عليه. في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رسين ملك أرام وفقح ابن رملية. يبقى في الوقت اللي هم ابتدوا يكبروا فيه ويخلصوا من ذل إسرائيل ليهم بتوع يهوذا، ربنا سمح لرسين ملك أرام وفقح ابن رملية اللي هو بتاع إسرائيل إن هم يبتدوا يحطوا إيدهم على يهوذا. واتجع يثام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه، وملك أحاز ابنه عوضا عنه. اللي هيحصل بعد كده إن هيموت عدد كبير جدا من يهوذا، حوالي 120,000، و200,000 هيتسبوا، بس ربنا سمح بالحتة دي في أيام أحاز وما سمحش بيها في أيام عذية، لأن عذية كان أكثر بر. لكن هنا اللي احنا شايفينه زي ما قلت لكم في البداية، ملوك يهوذا تتكبر نتيجة عمل الله معاها، فربنا يضربهم ضربات مرة بالبرس ومرة هيجوا عليهم في المملكة، وملوك إسرائيل بيقعوا في صغر النفس ويلجأوا إلى أشور علشان خاطر يسندوا. هوريكم تشارت بيلخص الكلام ده كله. يلا نخليه مرة تانية. طيب انتوا عندكم هنا في الشارت ده لو بصيتوا عليه كويس هتلاقوا اسماء الاصفار ناحيتي، صمويل الاول والثاني، ملوك اول، اخبار ايام الاول، بيبتدي من 1050 قبل الميلاد. اول واحد هو ايه؟ داود. لما تلاقوا ملك منقط كده يبقى الملك ده يبقى ملك بار، لما تلاقوها سودة يبقى الملك ده ملك ايه؟ شرير. فهتلاقوا سليمان داود وبعديه ايه؟ سليمان. بتنقسم المملكة، عندنا رحبعام مملكة يهوذا شرير، ويجي بعديه إثام شرير، وفي إسرائيل يربعام وايه؟ ونداب. وبعديه لما تلاقوا نقطة سودة جنب الاسم تعرفوا ان دي عيلة جديدة، يعني داود وسليمان وكل اللي جم بعديهم في يهوذا من نسل داود. لكن في إسرائيل كل ما تلاقي نقطة سودة جنب اسم الملك تعرف إن إيه؟ عيلة جديدة، والعيلة القديمة اتقتلوا أو ماتوا. بعد كده بنكمل مع يهوذا. أثنى يهوشافات كانوا ناس كويسين، وده كان أياميهم في إيليا. برضو هنا هتلاحظوا إن أنبياء يهوذا، سوري، لما تلاقوا النبي في نقط رفيعة تعرفوا إن ده كان في يهوذا زي ميخا، لما تلاقوا شرط بس كده يبقى ده كان في إسرائيل. يهورام كان شرير، أخازيا كان شرير، عثالية دي كانت شريرة، بعد كده يؤاش وأمصية وعذية ويثام وأحاز وحزقية ومنسة، أمون ويوشيا ويهو أحاز ويقيم ويهو يقين وصدقية
آخر واحد من ملوك يهوذا. في إسرائيل ملاحظين أن كل الملوك إيه؟ أشرار، فهمش ولا واحد كويس. يربعام، نداب، بعشا، بعد كده عمري، أخاب، زمري، أخاب، أخازيا، يهرام، ياهو، ياهو أحاز، ياهو آش، يربعام الثاني، زكريا، منحيم، شالوم، منحيم، فقحية، فقح، وهوشع. تلاحظوا وقت صغير جدا وكلهم ايه؟ أشرار. مملكة إسرائيل يهوذا كان فيها كتير أبرار، واللي كانوا أشرار فيها آخر ملكين ياهو صدقية وياهو يقين ومنسة. ومن الحاجات طبعا العجيبة، تعرفين حزقية ده اللي كان حيموت وطلب ربنا اداله عمر 15 سنة، للأسف ال 15 سنة ده اللي خلف منسة اللي هو يعتبر من أسوأ ملوك يهوذا. عشان الواحد بيطلب أوقات طلبات مبقاش عارف. لكن في العرف العام كان ملوك يهوذا أفضل من ملوك إيه؟ إسرائيل. الشارت هنا على الشمال على ناحيتي فيه هتلاقوا الأنبياء، إيليا، يونان، ميخا، أليشع، هوشع، عموس، دول كلهم من أنبياء إسرائيل. يوئيل وأشعيا في يهوذا، ونحوم، حبقوخ يهوذا، صفنية، أرمية يهوذا، حزقية، عبيدية، حجي، أستير، زكريا، وملاخي. ميزة ده إن أنت لما تقرأ تبقى عارف في الوقت ده كان في مين من الأنبياء، فلما تيجي تدرس أسفار الأنبياء تبقى عارف الوضع الروحي والسياسي بتاع الايه البلد. لو انتوا يعني في ناس خدته بتقول وفي ناس بتقول ما خدتوش، اللي عايزه انا ممكن اعمل له كوبي منه. في اي اسئله في الاصحاح ده؟ طيب اي يخطئ في فرق بين ان الملك يقود الشعب للخطيه، لان الملك هو الرئيس وهو المثل وهو القدوه، زي الاب في البيت او الام في البيت، زي الكاهن في الكنيسه، زي اي حد في الليدرشيب. لو هو عنده وضع مثالي كويس الناس بتمشي وراه، لو هو عنده وضع سيء معظم الناس بتمشي وراه. الكلام ده مش على المطلق، يعني احنا مثلا شفنا صمويل طلع في فترة كان كل الناس وحشة، بس ده واحد، لكن الشعب كان بيعمل ايه؟ كان بيخطئ. عشان كده بيقول اضرب الراعي فتتبدد ايه؟ الرعية. ولو المرض جه في الرأس كل الجسد بايه؟ بيفسد. وانت فاكرة لما كنا بندرس في العهد القديم في الذبائح كان الرئيس سواء الملك أو رئيس الكهنة ما يقدرش يقدم عن نفسه غير إيه؟ ذبيحة طور. ليه؟ لأنه كبير. ففي فرق بين خطية القائد الكبير الملك وبين خطية واحد عادي من الشعب. ده بالعكس، ده الملك لما يلاقي إن الشعب بيعمل خطية مفروض إن هو يحاسب الإيه؟ المخطئين. لكن أنت عارف المثل اللي بيقول إذا كان رب البيت إيه؟ تعرفين بقية المثل. بس كونه رئيس هو بيحمل، يعني لما ترجعي لحزقيال 33 و34 تلاقيه بيتكلم في ان لو حد اخطأ وانت نبهته وتاب انت كسبته، لو ما تابش دمه عليه، لو ما نبهتوش من يدك يطلب ايه؟ دمه. عشان كده احنا مسؤولين، يعني احنا كاباء مسؤولين، ككهنة مسؤولين، لأن احنا عندنا مسؤولية احنا ربنا حاسبنا عليه. وده اللي بيخلي ناس تهرب أوقات من المسؤولية، ان هو يقول لك انا يعني انا فاكر البابا شنودة لما ترسم وبعدين راح كان في مؤتمر في بيروت فبيقولوا له ايه اللي يعني قال لهم انا وقفت كتير عند لما تقال لهم من يدك يطلب ايه؟ دمهم، ان الشعب ده من يدك يطلب ايه؟ دمه. فبولس الرسول حس بالموضوع دوت وقال إيه؟ لم أكف
أن أنذر بدموع كل إيه؟ أحد. ولما قعد مع بتوع أفسس قال لهم لم أخفي شيء من الفوائد، يعني أي حاجة ممكن تتعلموها وتتقال لكم أنا قلتها لكم، أنتوا تعملوا إيه؟ ده موضوعكم أنتوا. ففي فرق بين خطية الرئيس والملك وبين خطية الشعب. الرئيس خطيته مزدوجة، إن هو لازم يدي مثل ولازم يحاسب المخطئ، لكن لما هو يبقى مخطئ يبقى هو لا يستطيع أن يحاسب المخطئ بل يكون سببا في خطيته. علشان كده دي 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 يعني موضوع كبير جدا عن العثرة، يعني الإصحاح ده غير اللي احنا اتكلمنا فيه، في موضوعين لطاف جدا عن العثرة والفتنة، والاثنين مربوطين ببعض باي ذا واي. يعني يعني العثرة صعبة جدا بالذات انها تيجي من ايه، من حد كبير. اي سؤال؟ نعم. عسلية طلعت شريرة. نشكر ربنا. فول ده ملك أشور. لا وحش. فول حلو في الصيام بس. أي سؤال تاني؟ طيب تفضلوا نصلي.